حاسك النهارده كده مش واخد راحتك كده ومش عارف رسم كده قامات كبيره جدا. كنت بجد صعوبه في ان انا اهزر، اخاف اتفهم غلط، اخاف يقفشوا. فيعني انت بتتكلم الناس عظماء يعني اثروا كلهم بدون استثناء في تاريخ مصر الفني طبعا. فاللي هو انا برضو قاعد من كات، انت فاكر المهرجانات اللي انا كنت بقدمها قبل كده؟ كل اللي بيتكرموا اصحابي، حتى الممثلين العظماء اشتغلت معاهم، وفي ما بيني وما بينهم ود زي استاذ محمد صبحي اشتغلت معاه، استاذ يوسف شعبان، استاذ محسن محي الدين، كنت بهزر معاهم. مقامات كبيره واثروا في الفن المصري جامد جدا، لكن لو في مساحه ما بيننا للهزار. فطبعا كنت بس النهارده انا ايه متكتف يعني، حتى حاولت اهزر قلت لا خليك ساكت احسن. خليك باحترامك لا يقفش يا عم، انا مش عايز ازعل حد. عايزين نتكلم عن الفكره بقى، رايك في المزيكاتي ايه والمواهب كتيره كده، تقول لنا عنهم ايه؟ بص يا سيدي، برنامج المزيكاتي احنا اتعمل في مصر مسابقات مزيكا كتير، مش هذكر اسماء كلنا عارفينها، ونجحوا جدا وكسروا الدنيا، لكن الفائزين بتوعهم فين دلوقتي؟ ولا في اي حد بالظبط، لان هم مجرد برامج هادفه للربح مش هادفه لاكتشاف مواهب، كلها بدون استثناء تهدف الى الربح. انا بعبي وقت، يهمني خفه الدم، يهمني الصوت الحلو علشان ابيع فاكسب فلوس، المنتج بتاعي يكسب فلوس. بس البرنامج دوت بالاشتراك مع نقابه المهن الموسيقيه، الفرق بتاعه ان هو فعلا يسعوا الى اكتشاف مواهب. يعني حتى استاذ علاء قال، المستشار الاعلامي للنقابه المهن الموسيقيه، قال ايه؟ قال لك العشرة اللي هيكسبوا، العشرين اللي هيكسبوا، احنا مش عندنا فائز واحد وتصفيات علشان يبقى فيه اسماسس ومكسب، لا، الهدف اكتشاف مواهب حقيقيه لاثراء الفن المصري للاجيال القادمه، ان نبقى احنا بنعمل دورنا، لان اعوان الشر وهادمي الاوطان بيعملوا واجبهم كما يجب وبيظهروا حاجات غير ذو قيمه تماما. فده واجب القنوات الشرعيه بقى للفن المصري، ان هي تدعم برنامج زي المزيكاتي دوت، وده اللي حصل بدعم النقابه وبدعم جمعيات عديده، انهم يعملوا برنامج لاكتشاف المواهب ولظهور المواهب في خلال مسابقه لطيفه ظريفه بتحدد افضل المواهب. شكل التقديم اللي هتختاره هيكون ازاي؟ لا بقى هيبقى فيه هزار بقى، خلاص بقى انا مع متسابقين بقى وكده بقى. انت هتموت. طبعا ده كل الناس هتموت على روحها من الضحك يا باشا، عيب عليك. لكن ده كان مؤتمر برضو صحفي له هيبته كده، يعني في قامات قاعده قدامك فصعب الواحد يفك. المفترض يتعرض على قنوات ايه؟ التقديم الشباب هيكون من خلال السوشيال ميديا ولا هيكون من خلال مثلا مبنى النقابه؟ التفاصيل دي بس عشان لو حد كمان عايز يتابع. في قناه اليوتيوب سوشيال ميديا هيبقى برضو معانا، يوتيوب، فيسبوك، منصات الكترونيه زي ما بيقولوا. هيبقى برضو في جزء من البرنامج زي الميكينجز والتدريبات والكواليس وكده، دي هتتذاع عليها، بالاضافه ان في قناه هتبقى ماسكه الموضوع بتذيعه. انا للاسف ما اعرفش اسم القناه، يعني ما سالتش عليه ما اعرفهاش، بس هو في المفروض قناه اوريدي هي هتذاع عليها البرنامج دوت. تمام جدا. نفسك مين يكون موجود ومين يكسب؟ الاصح والافضل، واحنا ما بنتكلمش عن كسبان واحد، احنا بنتكلم عن ان مصر هي اللي هتكسب مواهب جديده ومواهب حقيقيه تستحق الفرصه، مواهب تستحق الدعم. هو ده المهم، ان انت مش بس يلا الكسبان هو هي، لا، انت بتدعم، والنقابة بتدي له عضوية نقابة، ان في منتجين بينتجوا له ألبومات ورعاة رسمين بيرعوه. الموضوع مش بس الهدف منه ان احنا نعمل مسابقة وهي، لا، الموضوع دعم كامل للمواهب المصرية الغنائية. التوفيق، ومستنين نشوفك بقى، والجنان هيبقى عامل ازاي ان شاء الله. يا لهوي، هتشوف حبيبي. عايزك تعمل كوارث حبيبي.